بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. تعرض للإنسان الكثير من المسائل الشرعية العامة والخاصة، وأمام جزئياتها المتواترة يجد نفسه مضطرا ليتصل أو يتواصل مع مفتٍ أو داعية يعرض عليه السؤال أو المشكلة أو الاستشارة، إلا أن هذا الذي يقصده ينطلق نحوه أيضا أعداد كبيرة من أمثاله، فيرد على هذا ويصحح أفكار ذاك. لكن كثرة هذه المكالمات والاستشارات قد تصادف أحيانا أمزجة غير رائقة أو نفوسا متوترة لأمر ما، فتأتي الإجابة مصحوبة بكلمات يجد المتصل أنها جافية نوعا ما، أو يجد أن الوجه الذي يقابله لا يعطيه كليته ولا يصغي إليه باهتمام. وإذا كان هذا طبعا بشريا يعتري من وقع تحت هذه الضغوط، فإن آخرين قد لا يجدون مثل هذا الضغط، إلا أن إجاباتهم أحيانا لا تمثل عامل جذب للسائل، بل ربما أدت إلى نفوره في الاتجاه البعيد. فما الذي يطالب به من يخاطب من يتخاطب مع الناس باسم الدين؟ وإلى أي مدى تصبح الألفاظ الحسنة والأسلوب الجميلة ضرورية جدا في توجيه الناس إلى الله؟ ولكن هل يعني هذا أن من لم يرق له مزاج ولم ترتح له نفس في لحظة السؤال أن يختفي ريثما يكون مرتاحا، أم يلقي الإجابة والاستشارة ولا عليه حيث وقعت؟ محاور حلقة اليوم نناقش فيها سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. راجينا منكم أن تشاركوا أيضا بدوركم عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة بين الحين والآخر. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله. جزاكم الله خير. سماحة الشيخ، تحدث العلماء كثيرا عن الجانب الأخلاقي في القرآن الكريم الداعي إلى التخلي من نحو ترك الكذب والنميمة وغيرها وآفات النفس، وإلى جانب التحلي أيضا بالفضائل. ولكن ماذا عن جانب اختيار الألفاظ الحسنة وانتقاء الكلمات النظيفة والأسلوب الجميل في الحوار؟ هل يمكن أن تجمل لنا ذلك سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإسلام من أوله إلى آخره أخلاق. الإسلام لا يفقد في أي جزئية من جزئياته فضلا عن كلياته عنصر الأخلاق. فالأخلاق متمثلة في العبادات المشروعة، ومتمثلة في المعاملات التي تكون بين الناس، والمتمثلة في السلوك الاجتماعي الذي ينخرط فيه كل من انتمى إلى هذا الدين. وحسبنا من هذا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقول حسنا لكل الناس، فقد قال وقولوا للناس حسنا، ولم يقل وقولوا للمؤمنين أو للمحسنين أو للمتقين أو للمسلمين حسنا، وإنما قال وقولوا للناس حسنا. وكلمة الناس تصدق على البر والفاجر والمؤمن والكافر والصالح والطالح. فالإنسان مطالب بأن يقول الكلمة الحسنة في تعامله مع جميع الناس، ولا ريب أن لهذه الكلمة الحسنة تأثيرا بالغا في جذب النفوس وتأليف القلوب واستلال السخائم والأحقاد والقضاء على العداوات والخلاف. فنحن نجد أن الله سبحانه وتعالى يوصينا بالدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن مع ذلك يبين لنا أن تأثير الكلمة الهادفة الطيبة الهادئة التي لا تنطلق من أعماق قلب مخلص يزكي هذه الكلمة بإخلاصه ويصدقها بعمله ويهذبها بأخلاقه، هذه الكلمة تعمل عمل السحر في نفوس الناس.
وقد قال عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نعم، هذا اللطف الذي يوصينا الله سبحانه وتعالى في مقام الدعوة إنما يدل على أن الدعوة يجب أن تكون مصحوبة بالأخلاق. ويقول الحق سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه المراحل كلها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بحيث يحاول أن يتألف الإنسان وأن يحبب ما يدعو إليه في نفوس الناس، بحيث يقول الكلمة التي توصل الحقيقة إلى أعماق النفوس وتؤثر على هذه النفوس وتجتذبها لقبول هذه الحقيقة والتفاعل معها، لأنها كلمة جاءت موزونة بموازين الأخلاق، جاءت لتبصر بالحقيقة وترغب في اتباع هذه الحقيقة. ومن كان فيه شيء من النفور فإنه يعالج بالموعظة الحسنة، وفوق ذلك المجادلة لمن كان أكثر نفورا بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى يأمرنا في حق أهل الكتاب أن نجادلهم بالتي هي أحسن، وينهانا عن مجادلتهم إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وإليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وهذا لم يكن في هذه الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه فحسب، لم يكن هذا في هذه الرسالة فحسب، وإن كانت هذه الرسالة هي على قمة الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يجسد جميع الأخلاق العليا الفاضلة، كان مثالا للإنسان الكامل في إنسانيته. ولكن مع ذلك نجد ما يدل على هذا في ما وصى الله سبحانه وتعالى به الرسل المتقدمين. ففرعون أعتى الناس وأشقاهم وأبعدهم عن الحق وأوغلهم في الضلالة وأجرأهم على الله، ادعى أنه هو الإله وأنه لا يعلم للناس إلها غيره. ولكن مع ذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون في حق فرعون؟ بماذا أمرهم أن يقولا له؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله تعالى يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى. وعلى أي حال، هكذا يعني القرآن الكريم والرسالات الله سبحانه وتعالى جميعا تبصر الناس بحسن التعامل مع المدعوين ومع الموجهين ومع المعلمين ومع المرشدين، أي على كل معلم أن يعلم بالتي أحسن، وعلى كل مرشد أن يرشد بالتي أحسن، وعلى كل داعية أن يدعو بالتي هي أحسن. نعم، وسنأتي معكم سماحة الشيخ أيضا إلى الهدي النبوي بإذن الله تعالى، ربما سنضعه في نهاية الحلقة. طيب سماحة الشيخ، لماذا يطالب الداعية والمفتي دائما أن يكون دقيقا في اختيار ألفاظه وفي أسلوب خطابه؟ نعم، لأن الداعية يدعو إلى الحق، فعليه أن يحبب الناس الحق وأن يحسن تبصيرهم به وتعريفهم إياه وإزالة الشبهات عنه ودمغ هذه الشبهات التي تنسج من حوله. فلذلك عليه أن ينتقي الألفاظ ليتوصل إلى هذه الحقيقة، إذ همه أن يهدي الناس، أن يبصر الناس، لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم. طيب تحدثتم، طيب سماحة الشيخ، البعض يتحدث عن قدرة معينة في هذا الاتجاه وأنه لا يمكن أن يعطي أكثر من قدرته، هل يطالب من يمارس هذا النوع من الخطاب أن ينمي قدراته بالتعليم والتماس الدورات المختلفة؟ نعم، ينمي قدراته سواء من ناحية المعرفة أو من ناحية ضبط نفسه وتصبيرها وتعويدها على الصبر وتعويدها على الاحتمال وتعويدها على مشاكسة الجهلة ومماراة السفهاء حتى تكون قادرة على اجتياز هذه العقبات عندما يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الأخ عبد الله في صفحة البرنامج على الفيسبوك يقول: استفاد المسلمون من فكرة حفر الخندق التي جاء بها سلمان الفارسي رضي الله عنه، والتي كانت في حقيقة الواقع أجنبية عنهم، إلا أن كونها أجنبية لم يمنعهم من الإفادة منها. والسؤال هو: هل يسع المسلم أن يستفيد في فن الخطابة بما توصل إليه الغرب من أمثال فنون الإلقاء والتأثير في المستمع وكعلم البرمجة اللغوية العصبية، وهذا بعد عرضها على الشرع وفرز ما لا يتعارض منها؟ من المعلوم أن أهم ما يستفيد منه المؤمن القرآن، وليس هناك علاج للجوانب النفسية كالعلاج القرآني، وليس هناك من ملكة تنمى في الإنسان باحتمال الشدائد وفي حسن الأداء في العمل كما ينمي الإنسان ملكته بالرجوع إلى كتاب الله تعالى. فلذلك يجب أن يكون كتاب الله تعالى أولا قبل كل شيء، نصب أعيننا وملء أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، به نهتدي وعلى هداه نسير. ومع هذا بالنسبة إلى الوسائل، لا حرج أن يتعلم الوسائل، أن يتعلم المسلم الوسائل مما استفاده الآخرون من تجاربهم، فبإمكانه أن يستفيد من تجارب الآخرين. طيب سمحت شيخ، هل إذا كان لأن الحكمة ضالة المؤمن كما جاء في الحديث، أينما وجدها أخذها. جزاكم الله خير سمحت شيخ. هل إذا كان المفتي أو الذي يتولى الإجابة على الناس متوترا يطالب بالامتناع عن الفتوى والانقطاع عن الناس قليلا خشية أن يتسبب توتره في تنفير أحد أو إبعاده عن الصواب؟ أما إن كان التوتر يؤدي إلى ألا يتمالك وأن ينفر الناس، فينبغي له في مثل هذه الحالة أن ينتظر حتى تهدأ أعصابه ويزول توتره ويعود إلى الطبيعة، فيتمكن من إبلاغ كلمة الحق ومن إيصال الحقيقة إلى الناس. نعم. سمحت الشيخ، أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة رحمه الله لديه يعني حملة علم إلى المغرب، لم يأذن لواحد منهم أن يفتي للناس، هل كان لذلك لطبع ومزاج فيه أم لأمر يتعلق بعلمه؟ هو كما قالوا أبو عبيدة رحمه الله فرق بين الناس، منهم من أمره أن يفتي بما سمع منه وما لم يسمع، وهذا هو عبد الرحمن بن رستم رحمه الله تعالى، لأنه عرف كفاءته وملكاته وعلم أنه بلغ درجة الاجتهاد، فلذلك سوغ له أن يفتي بما سمع منه وما لم يسمع. ومنهم من أمره أن يفتي بما سمع منه لا بما لم يسمع، لأنه عرف أنه قوي الذاكرة قادر على استيعاب ما يسمع، ولكن مع ذلك ليست عنده ملكة الاجتهاد. ومنهم من أمره بألا يفتي فيما سمع وما لم يسمع، وذلك لأنه عرف أن ذاكرته لا تصل إلى حد استيعاب ما سمع، وفي نفس الوقت ليست عنده ملكة تمكنه من الاجتهاد. نعم.
طيب سمحت الشيخ، الذي يأذن بالإفتاء للناس مثلا، هل عليه أن يراعي أيضا الطبع والمزاج في ذلك الشخص، أم أن هذا أمر لا قدرة للإنسان فيه؟ لا ريب أن الطبائع أيضا تراعى في هذا. نعم، الناس متفاوتون في قدراتهم. نعم، وقدراتهم على امتصاص الغضب وعلى امتصاص. ومن المعلوم أيضا بناء على ما ذكرتموه من أن الإنسان لا يفتي إذا كان متوترا، بناء على هذا مبني على توجيهات نبوية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه الصلاة والسلام من كان في حالة غضب إن كان واقفا أن يقعد، وإن كان قائدا أن يضطجع حتى يذهب ما به من الغضب. نعم، حتى يعود إليه الهدوء. صحيح. نستقبل الآن مكالمات. الأخت بدرية الرواحية. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا الجليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفاكم الله. أهلا بك الأخت بدرية، تفضلي. لدي سؤال إذا ممكن، أسئلة، مجموعة من الأسئلة. تفضلي الأخت بدرية. السؤال الأول، ما حدود التجديد في خطاب الداعية وضوابطه، وما هي النواحي التي يشملها؟ نعم. السؤال الثاني، ما أهم الجوانب التي يطالب بها الداعية أن يلم بها لتكون دعوته ذات أثر تبليغي؟ نعم. السؤال الثالث، ما الأساليب التي ينبغي للداعية أن يتمسك بها لإبلاغ دعوته؟ طيب، لماذا يغيب التنسيق الإداري بين الفتوى والدعاء؟ طيب، السؤال الذي بعده، هل توجد هناك خطة مستقبلية لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتأهيل فقيهات وإعطائهن دورا رسميا في الإفتاء؟ طيب، هذا السؤال سيكون المسؤولين إن شاء الله. السؤال الأخير، تفضل. ما هي الصفات التي ينبغي على المفتي أن يتحلى بها في أثناء رده على المستفتين؟ طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. أخ فيصل الرواحي، حياكم الله الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي فيصل، الله يبارك فيك. لو سمحتم عندي بعض الأسئلة. بكل سرور، تفضل. جزاكم الله خير. السؤال الأول، أترون سماحتكم أن المفتي أو الداعية يلزمه شرعا الأخذ بيدي المستفتي نحو طريق الخير؟ مثال ذلك إن اتصل رجل يذكر أنه وقع في شيء من المحرمات، فمع إجابته بالحكم الشرعي وماذا يترتب عليه من كفارات أو حقوق، هل يجب عليه أن يدله على أبواب الخير والصلاح ويرشده إلى خطوات عملية تكون سببا في تغيير مجرى حياته؟ هناك من يشتكي ممن يقصر في هذا الجانب. نعم. سؤالي الثاني، ما هي المميزات التي تميزت بها المدرسة الأخلاقية الإباضية في التعامل بين المفتي والمستفتي، إذ أننا نجد في بعض المدارس الأسلوب الهجومي وسرعة التكفير في أبسط المسائل الفقهية؟ نعم، جزاكم الله خير، بارك الله. مشكور، الله يبارك فيك الأخ فيصل. الأخ هشام الغنيمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال حقيقة، إذا تصدر للإجابة عن فتاوى النساء رجل، فما هي الضوابط التي ينبغي أن يتحلى بها المسؤول في تعامله مع النساء، وكيف الجمع بين الحزم في القول وعدم فتح باب الشيطان، وبين مراعاة مقتضى حال السائلة من النواحي النفسية والاجتماعية المحيطة بها؟ نعم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنزلوا الناس منازلهم. نعم، وشكرا. مشكور لك هشام، شكرا جزيلا لك. أسئلة كثيرة، كثير منها أيضا ينصب في الموضوع، لكن لنأخذ سؤال الأخ فيصل. يقول يعني إلى أي مدى يطالب المستفتى شرعا أن يأخذ بيد المستفتي إذا ما وقع مثلا في فاحشة أو وقع في معصية فيدله على طريق الخير، أم يطالب فقط بالإجابة على الحرمة أو عدمها؟ الذي يستفتى يجب ألا يحصر مهمته في الفتوى فحسب،
بل يجب عليه أن يكون داعية قبل أن يكون مفتيا، وأن يكون واعظا قبل أن يكون فقيها ومفقها. نعم. لأن مهمة الدعوة مهمة مشتركة ما بين الجميع، الناس كلهم مطلوبون بأن يكونوا دعاة إلى الخير، أمارين بالمعروف نهائين عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يقول: تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أي كونوا أمة، هذا شأنها. فكل فرد من أفراد الأمة هو مطالب بأن يكون داعية إلى الخير، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. فلذلك يجب على من استفتي في قضية تورط فيها المستفتي أو تورط فيها أحد من الناس وهو يلتمس المخرج، يجب عليه ألا يجيبه بقدر سؤاله فحسب، بل عليه أن يبصره بما كان يجهله من مسالك تؤدي به إلى الخروج مما وقع فيه من الهلكة. لأن هذا من إنقاذ الناس، وإنقاذ الناس ضرورة ملحة، فما جاءت رسالات الله تعالى إلا لإنقاذ البشر. ستأتي أسئلة تفصيلية سماحة الشيخ حول هذا الموضوع أيضا. سماحة الشيخ، الداعية المؤثر صاحب الجماهير العريضة ومن يتولى كذلك جانب الإفتاء كثيرا كثيرا ما يستهويه إبداء رأيه في الأحداث السياسية أو النزاعات الحزبية أو الإقليمية أو غيرها، هل يطالب بأسلوبه أو هل يطالب بخطاب معين وبأسلوب معين، أم له الحق أن ينحاز إلى جانب منها بغض النظر عما يحدثه تدخله من مشكلة في تعود على الدين بالسلب؟ الداعية والمفتي بل وكل من يريد السلامة لنفسه أن يكون دائما مع الحق مؤيدا له وناصرا إياه وعاضدا لمن تمسك به، من غير التفات إلى كون من يقوم بهذا من قرابته أو من الأبعدين، وبين أن يكون من أحبته أو من أهل شنآنه، وعليه أن يكون دائما مع الحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، دائما هكذا يؤمر الإنسان أن يكون مع الصادقين. فمن يدعو إلى الخير أو من يتحيز لجانب الخير على من استفتي وعلى من أراد الخير لنفسه أن يكون بجانبه شادا على عضده مؤيدا لموقفه، من غير التفات إلى كونه من حزب كذا أو كونه من جماعة كذا، إنما ذلك لأجل الحق. إذ الحق بنفسه هو الذي يجمع شتات أهل الخير ويؤلف بين قلوبهم. أخ فيصل أيضا يسأل عن إذا كانت هناك جوانب تميزت بها المدرسة الإباضية في قضية المفتي والمستفتي والتعامل مع السائل أو مع يعني من يطلب الحق. طبعا هذه المدرسة يعني قامت من أول الأمر على نصرة الحق وتأييد الحق والوقوف بجانبه والشد على عضده، فهي دائما بجانب المستضعفين وبجانب المظلومين وبجانب ولا تمجز بين القريب والبعيد والبغيض والحبيب، من كان مظلوما تشد من عضده وتشد أزره وتقف بجانبه. الأخت بدرية تقول: هل هناك حدود معينة يطالب بها الداعية والمستفتى في موضوع التجديد في خطابه وطلب هذا التجديد باستمرار؟ الداعية عليه أن يخاطب كل قوم بلسانهم، ومعنى ذلك عليه أن يخاطب كل مجتمع بلسانه وكل عصر بلسانه. الأمور تختلف بين عصر وآخر، مفاهيم تظهر ومفاهيم تختفي، وأمور تطفو على السطح
وأمور تغوص في الأعماق. فإذا الداعية عليه أن يكون بصيرا بأحوال الناس، قادرا على إقناعهم وإيصال الحقيقة إليهم. فهكذا يتغير الأسلوب ويتغير الحديث. الناس أبناء بيئتهم، كل أحد إنما يتحدث من منطلق بيئته. فمن جاء إلى بيئة بدائية لا يمكن أن يتحدث إليهم بحسب ما يتحدث إلى القوم المثقفين، إلى القوم ذوي الخبرات الواسعة. الرجل البدائي لا يخاطب كمثل ما يخاطب العالم الجامع لعلوم المعقول والمنقول. وكذلك بالنسبة إلى العلوم الدنيوية، الشخص البدائي لا يخاطب بما يخاطب به الفلكي الخبير الماهر بأمور الفلك، أو الطبيب المتخصص في الطب العميق في تخصصه، أو المهندس الخبير. كل واحد يخاطب بأسلوبه. والناس دائما كما قلت أبناء بيئتهم، كما يقال بأن علي بن الجهم مدح أحد حكام بني العباس بعدما وفد إليه، فاستنكر الناس مدحه. لماذا؟ لأن مدحه كان ناشئا عن تفكيره الذي هو ناشئ عن بيئته. قال له: أنت كالكلب في وفائك للعهد، وكالتيس في قراء الخطوب، أنت كالدلو لا علمتك دلوا من كبار الدلاء عظيم الذنوب. فاستغرب الناس هذا المدح، كيف يقال في الحاكم الذي يسمونه خليفة المسلمين يقال مثل هذا، يشبه بالكلب ويشبه بالتيس ويشبه بالدلو. فرد عليهم الحاكم العباسي، قال: ماذا عسى أن يقول؟ لأنه ابن هذه البيئة، هو بدوي خرج وما عنده أمثلة إلا هذه. هو ألف وفاء الكلب، وهو ألف قراءة التيس، وألف أيضا يعني منافع الدلو. فلذلك شبه بما عرفه. لكن دعوه ينتقل إلى بيئة غير هذه البيئة، فدعاه إلى البقاء عندهم، وبقي فترة في بغداد. فكانت أول قصيدة قالها ابتدأها بقوله: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. فرد عليهم الحاكم العباس بأن هكذا تغير الرجل لأن البيئة غيرت. فإذا هذا الداعية الذي يأتي إلى قوم من أمثال علي بن الجهم في بدائيته عندما كان على وضعه السابق، عندما يأتي إلى قوم بدائيين لا يعرفون إلا هذا المحيط البدوي بما فيه من عادات وبما فيه، لا يمكن أن يخاطبهم خطاب المثقفين. ولكن أيضا إذا انتقل إلى المثقفين، إذا انتقل إلى ذوي الخبرات، عليه أن لا يخاطبهم خطاب العوام، عليه أن يخاطبهم خطاب من خبر حالهم وعرف أمرهم. وهذا يدخل في قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالله سبحانه وتعالى أرسل كل رسول بلسان قومه. واللسان لا ينحصر في مجرد اللغة، أيضا الاصطلاحات الجديدة وأيضا الأعراف الموجودة عند الناس. فالإنسان ابن بيئته، ولذلك يختلف الخطاب بين عصر وآخر. أيضا بالنسبة إلى خطاب العموم في العصور، العصر الذي كان الناس يركبون فيه الناقة والحمار ليس هو كالعصر الذي يركبون فيه الطائرة وينتقلون من 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 ديار شاسعة إلى ديار شاسعة جدا عنها. إنما كل عصر له خطابه. بالتأكيد، وهذا موضوع معناته يستلزم من الداعية أن يكون مثقفا ولديه اطلاع بكل فنون العصر.
التي تدخل في الجانب الدعوي. طيب سماحة الشيخ، هناك أمر مهم أيضا يتعلق بلغة الداعية والمستفتى، يطرحها الأخ هشام الغنيمي، يقول إلى أي حد يطالب المجيب أو الداعية أن يكون جادا قليلا في حديثه مع المرأة المستفتية أو التي تشكو ذنبها أو زوجها أو مشكلتها عموما، لأن فرض مساحة من الحذر أحيانا يجعلها لا تستطيع أن تقول كل ما عندها، أو ربما لا تجد شيئا من الارتياح في طرحه. ما هي الحدود والضوابط المطلوبة في هذا الموضوع؟ إنما الحدود والضوابط أن يصغي إلى حديثها إصغاء من يريد إدراك عمق ما تريد إبلاغه، من غير أن يفتح نافذة للهوى ليلج منها الشيطان. عليه أن يكون حذورا من ذلك، ولا حرج أن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أجاب النساء بصريح عبارة كالمطلقة الثلاثة التي تزوجت رجلا وطلقها وأرادت أن، أو قبل طلاقها أرادت أن تعود للأول، فقال لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك. نعم. يعني مثل هذا الحديث يعني يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس حياء وأكثر الناس عفة في كلامه وفي أفعاله، ولكن لأجل إبلاغ الحقيقة. نعم. وأيضا كان كلام في كناية. نعم. لم يكن صريحا، وإنما كان كناية لطيفة. صحيح، هذا موضوع وحده يحتاج أيضا إلى وقت. الأخ أبو عقيلة من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالسعادة والحسنى وزيادة. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. حالك فضيل الشيخ؟ بارك الله في حياتكم. الحمد لله حق حمده. طب نحفظكم جميعا، بعد اذنك سؤال يا عم الشيخ لو سمحت. جيد الاخ ابو عقيله، بس تخفض صوت التلفزيون لان الصوت داخل علينا ايضا في مكالمتك. ان شاء الله. في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. نعم. ما هل ويوم تقوم الساعة في الساعة العهد، فأي عهد؟ هل هو العهد الذهني أم الحضوري أم الذكري؟ أيهما أصح؟ نعم. وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله يكرمك. الأخت فتحية البطاشية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أهلا بك الأخت فتحية. الحمد لله، شكر الله. الحمد لله. لدي بعض الأسئلة. تفضلي. السؤال الأول: ما أسباب انتشار الفتوى الخاطئة دون مرجعية صحيحة؟ طيب. السؤال الثاني: ما أسباب عدم ظهور المرأة الفقيهة في المجتمع التي تلبي حاجة المرأة المستفتية؟ وإلى ما يعود غياب أثر الداعية المسلمة في المجتمع؟ طيب. كذلك ما الضوابط التي يجب على المرأة مراعاتها عند الاستفتاء؟ طيب. وأيضا السؤال الأخير: ما أسباب عزوف الناس عن استفتاء أهل العلم؟ طيب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. بارك الله فيكم. نتمنى منكم الدعاء. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. الأخ مرشد الحسني. نعم. الأخ مرشد تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافاكم الله. حياكم الله. أهلا بك. لدي سؤالان شيخ. طيب تفضل الأخ مرشد. سؤالي الأول: ما هو المقصود بمقولة ليس الفقيه من يحمل الناس على ورعه؟ وما هو إطارها الشرعي؟ وهل الداعية إن دعا الناس إلى الورع وحثهم عليه يكون بذلك قد أخطأ في مسلكه الدعوي؟ نعم. سؤالي الثاني: انتشرت الآن البرامج والمواقع والمنتديات الإفتائية. نعم. في القنوات والشبكة العنكبوتية لجلب أكبر شريحة من الناس. فما هي الضوابط التي ينبغي لأصحاب هذه المواقع والقنوات التقييد بها في اختيار الشخص المناسب لإجابة الناس؟ طيب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك. طيب سمحت الشيخ، نعود مرة أخرى إلى الأسئلة.
الأخت فتحية تتساءل، تقول أن المعظم الذين يجيبون على الأسئلة النساء هم الرجال، هل هناك أسباب معينة لغيوب المرأة المفتية والتي تتولى الإجابات؟ مما ينبغي أن يتنافس فيه الرجال والنساء التفقه في دين الله. التفقه في دين الله ليس هو ميدانا خاصا بالرجال وحدهم، وإنما النساء يشاركن الرجال في هذا الأمر، وقد كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الفقهاء، لا سيما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت تستفتى كثيرا لا سيما في القضايا الخاصة بالنساء، وكان حتى الخلفاء الراشدون يستفتونها في هذا الأمر بسبب اطلاعها على كثير مما لم يطلعوا عليه من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في البيت. فإذا هذا الجانب يجب أن لا يهمل، أي جانب مشاركة النساء في الفتية ومشاركة النساء في حمل الفقه ومشاركة النساء في تبصير الناس بأمور دينهم. المرأة لها دور في المجتمع ويجب أن يحافظ على هذا الدور، وإنما نحن ندعو أخواتنا وبناتنا إلى أن يكون مسابقات في هذا الميدان، أن يحرصن دائما على أخذ قصبات السبق في ميدان الفقه والعلوم الشرعية، وما أحوجنا إلى الفقيهات القادرات، ولا سيما أن المرأة تتجاسر أو تجرؤ أكثر من الرجل أن تخاطب المرأة وتصارحها. فبالنسبة إلى النساء بإمكان المرأة أن تبوح عند المرأة بما لا تبوح به عند الرجل، وبإمكان المرأة التي تجيبها أيضا على الأسئلة أن تكون غير متحفظة في خطابها لا. بخلاف الرجل هناك حواجز من الحياة تحول بين الرجل والمرأة من الصراحة أحيانا. فلذلك نحن ندعو دائما إلى أن تكون المرأة لها دور بارز في هذه الناحية. هل يحتاج من يتولى الإفتاء سواء كان رجلا أو امرأة إلى إجازة في هذا الأمر، أم له أن ينقل الفتوى بمجرد حفظها لو كان داعية مثلا؟ أما هناك فرق بين من يفتي برأيه ومن يفتي بالنقد، بين الناقل والناقد. هناك فرق بين الناقل والناقد. الناقل إنما عليه أن يكون حافظا قادرا على استيعاب ما ينقله وفهمه ليبصر تحقيق المناط فيما يفتي به، حتى يؤدي هذه الفتوى على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى بسبيل النقل. أما الناقد فهو الذي يستطيع أن يمحص الأدلة ويستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهؤلاء لا بد من أن يكونوا على قدر من الفقه بحيث وقدر من استجماع العلوم التي تمكن من الاستنباط. نعم، هناك سؤال مهم سمحت الشيخ، لعلنا نتمكن من طرح سؤال الأخ مرشد إذا بقي وقت. السؤال يقول: لا شك سمحت الشيخ أن الذي يموت على كبيرة والعياذ بالله لا يتولى، ولكن قد يسأل البعض مفتيا أو داعية عن جواز الترحم على أبيه الذي مات أو ولده الذي حزن عليه وقد مات طبعا على كبيرة، فتأتي الإجابة: لا يجوز أن تدعو له. هل هناك أسلوب أفضل من هذه الإجابة التي ربما تحدث ردة فعل؟ يقال لها بأن الرحمة يعني رحمة الدنيا ورحمة الآخرة، وأيضا تراعى هناك ما يجاب بهذه الصدمة. نعم، هذه الصدمة. نعم. طيب سمحة الشيخ، كان بودنا أن نطرح بقية الأسئلة، سأل أخ مرشد إن شاء الله سيكون له وقت آخر. شكرا لكم سمحة الشيخ على هذه الإجابات الرائعة في موضوع الإجابات والألفاظ الجميلة. أعزائنا الكرام، الإلحاد خرافة علمية كما يطلق عليه البعض،
ومع تقدم هذا العصر الذي وصل الإنسان فيه إلى كشف الكثير من حقائق الكون، كان يجب على الناس أن يسجدوا وأن يخروا سجودا لله سبحانه وتعالى. ولكن المؤسف جدا أن يكون هناك بعض البلداء أو بعض الذين ألحت عليهم البلادة تنشق حناجرهم بالإلحاد، سواء كان ذلك في كتاباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي أو في دعواتهم للناس. ترى ما هي الأسباب الكامنة وراء مثل هذه الدعوات التي لا علاقة لها بالعلم مطلقا؟ نناقش ذلك بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. نرجو منكم المشاركة عبر موقعنا على صفحة الفيسبوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.